دعاؤه عليه السلام في طلب الحوائج: يا من حاز كل شيء ملكوتا وقهر كل شيء جبروتا، ألج قلبي فرح الإقبال عليك، وألحقني بميدان الصالحين المطيعين لك. يا من قصده الطالبون فوجدوه متفضلا، ولجأ إليه العائذون فوجدوه نوالا، وأمه الخائفون فوجدوه قريبا. صل على محمد وآل محمد، وسل حاجتك تقضى إن شاء الله تعالى.